200 جرام من العدس، جزرة مقطعة إلى دوائر صغيرة، 4 حبات ثوم، ملعقة كبيرة بهارات مشكلة، 1 طماطم مخلوطة في الخلاط، ملعقة كبيرة معجون طماطم، ملعقة صغيرة فلفل أحمر حلو، ملح، و2 ملاعق كبيرة زيت زيتون. أفتح النار ثم أصب زيت الزيتون في إناء وأتركه حتى يسخن على درجة حرارة متوسطة. بعد ما صار الزيت ساخن أضيف إليه الطماطم ثم أحركه قليلا، أضيف إليه الثوم والبهارات، أضيف أيضا 1/2 ملعقة صغيرة من الملح لأن البهارات المشكلة عندي تحتوي على الملح، أضيف الفلفل الأحمر الحلو ومعجون الطماطم ثم أحركهم جيدا وأتركهم لمدة 5 دقائق. بعد أن مرت 5 دقائق أزيل الغطاء ثم أضيف العدس والجزر ثم أحركه قليلا. أضيف إليهم تقريبا 1.5 لتر من الماء المغلي. ثم أتركه على درجة حرارة متوسطة من 40 إلى 45 دقيقة حتى ينضج العدس تماما. بعد أن نضجت المكونات تماما أطفئ النار ثم أزيل الإناء وأتركه جانبا حتى يبرد تماما. بعد أن بردت الشوربة أخلطها في الخلاط الكهربائي. بعد أن خلطت كامل الشوربة أفتح النار ثم أرجعها إلى الإناء وأتركها حتى تسخن. بعد أن صارت الشوربة ساخنة أطفئ النار ثم أقدمها. يمكن تزيينها على حسب الذوق، أنا سوف أزينها بملعقة من زيت الزيتون والقليل من الكمون.